السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. سؤالي إلى الشيخ ياسر الحبيب الغالي، ولو سؤالي خارج نقطة البحث، بس أرد أعرف هل إن بلال الحبشي هو مات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام أم لا؟ وشكرا لكم. حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. شيخنا تفضل لكم الجواب. بلال، نعم، بلال الحبشي رضوان الله تعالى عليه. نعم، يستفاد، نعم، كان عبد خير، اي يستفاد من الأحاديث الشريفة التي بين أيدينا عن أئمتنا عليهم السلام أنه كان شيعيا رافضيا ومات على ذلك. هنالك رواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يرويه الشيخ الكشي عليه الرحمة، يقول فيها الإمام: كان بلال عبدا صالحا، وكان صهيب عبد سوء يبكي على عمر. الرواية في لفظ آخر: كان بلال عبد خير يبكي على رسول الله صلى الله عليه وآله، المتأثر لفقد النبي. وكان صهيب، صهيب الرومي، عبد سوء يبكي على عمر. هذا فارق بين الرجلين، بين من يبكي على رسول الله صلى الله عليه وآله، وصن كل الدنيا لازم تظل تبكي على رسول الله صلى الله عليه وآله. أعظم خسارة أن الدنيا فقدت رسول الله الأعظم سيد الخلق صلى الله عليه وآله. أما هذا صهيب الرومي، على أي أساس يجي يبكي على عمر؟ على ماذا؟ شو محصل منه يعني؟ غير الإجرام والطغيان وتهويد الدين الإسلامي والاعتداء على حرمات أهل البيت عليهم السلام، بل حرمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تحريف الدين، فما يسوى واحد يبكي على عمر. أصلا واحد آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، المخالفون رووا، إذا طلعوا لي اسمه زين شيخ أمير، هذا اللي كان يقمز، اللي كان يحتبش في بيتي، هذا واحد من أصحاب النبي، الآن ناسي نسيت اسمه، لا مو الفافا، شنو الفافا، فافا واحد ملعون كان يهين النبي صلى الله عليه وآله. فهذا هذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، كان عمر كلش مأذي، لأنه عمر تدرون طبيعته يعني دودة، يتدخل بكل شيء، دخل نفسه شيء اللي ما يخصه. أبو جهم، أي أبو الجهم، أبو الجهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. عمر طبيعته كان يتدخل بكل شيء، يعني يدخل في خصوصيات الناس، يروح، قلت لكم ذات مرة، روايات عندهم، تعالوا اقرأوا، أصلا نفسية مريضة، نفسية معقدة، يعني يروح يدخل السوق، يقوم يباوع، يراقب الناس. واحد إجا اشترى هاليوم لحم، يعيفه، يتركه هالمرة. ثاني يوم هم يجي يراقب، يشوف، ينتظر إلى أن هذا يجي، نفسه، نفس الشخص يجي يشوف شنو يشتري. ثاني يوم إجا اشترى هم لحم، إجا راح ضربه بالدرة، صوت هالشكل صغير، قام يضربه، شنو، شو مسوي أنا؟ ليش تشتري لحم يومين ورا بعض؟ عجيب، شي خص أمك أنت؟ أنا دا أشتري من حرمة، أنا حلالي، كيفي أنا يعجبني يومين أكل لحم حلال، ما دا أسرق، لا ممنوع، هذا كثير. عجيب، تتدخل في حياتي الشخصية، ليش فلان يلبس لبس ما أدري شلون كذا، يقوم يضربه. ابنه طفل صغير، كان عنده ابن طفل صغير، أمه جاءت حممته، سبحته وما أدري، مشطت شعره وكذا، دخل على أبوه، راح ضربه، بكى، ضربه، والروايات تقول عندهم أنه ضرب ابنه الطفل حتى أبكاه، راح على أمه صاح أنه هذا أبوي ضربني. إجت الأم: ليش تضرب الابن؟ قال: إني رأيته وقد أعجبته نفسه. عجيب والله، شكد معقد هذا، يتدخل بخصوصيات الناس. زين، هذا أبو الجهم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، جاي يريد يبني بيته،
عمر ما يخلي، يقول لا ما اسمح لك، هذا كثير انت دا تصرف ما ادري شنو. ايش يخصك انت يا هو مالتك انت؟ هذا بيتي انا حر فما مخلي. 10 سنوات ابو الجهم يحاول مدة حكومة عمر، 10 سنوات ما يخلي عمر. فبالاخير لما هلك عمر قتل من قبل الثائر للزهراء عليها السلام ابو لؤلؤة فيروز النهاوندي رضوان الله تعالى عليه على عناد النواصب. زين، ابو جهم سمع بالخبر شنو راح سوى؟ رواياتهم تقول فجعل يحتبش في بيته، يعني يقفز فرحا. الله، عمر راح النار، افتكينا الان اقدر ابني بيتي براحتي، مضيق على الناس يعني مأذي الناس. فهذا الصهيب هذا الخبل هذا جاي انه يبكي على عمر، لابد اكو يعني شيء خلل اما في عقليته اما محصل استفاده معينه ما نقدر نقولها. هذا هذه روايه من الروايات التي تمتدح بلال عليه الرحمه. روايه اخرى هذه يرويها الوحيد البهبهاني عليه الرحمه عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام أن بلالا أبى أن يبايع أبا بكر، رافضي كان ما بايع أبا بكر، وأن عمر أخذ بتلابيبه. وعليكم السلام ورحمة الله. وقال له يا بلال هذا جزاء أبي بكر منك أن أعتقك فلا تجيء تبايعه. لأنه المخالفون يرون ماذا؟ يرون أن أبا بكر هو الذي أعتق بلالا لما كان تحت التعذيب، راح اشتراه طبعا. هم الغلط وين؟ هم متصورين أنه أبو بكر بأمواله أعتقه، هو بأموال النبي، النبي كلف أبا بكر قال له خذ هذا المال روح اشتر به ادفع يعني ثمنه لقريش ولمواليه يعني أبو جهل، وخلي بلال يعني يعتق حتى يرتاح من العذاب. فهو شنو أبو بكر ظال شنو يمن بهذا يعني، وعمر الآن جاي أيضا يمن بهذا أنه هذا جاء وسعى في عتقك وكذا، أنت ليش ما تروح تبايعه؟ فأجابه بلال جواب محترم يعني منطقي، قال إن كان أبو بكر أعتقني لله فليدعني لله، وإن كان أعتقني لغير ذلك فها أنا ذا، وأما بيعته فها أنا ذا، يعني أنا على حالي وما راح أبايع واحد اللي يعتقني لغير الله، وأما بيعته فما كنت أبايع من لم يستخلفه رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا ما أعرف أبو بكر، النبي ما استخلفه، والذي استخلفه بيعته في أعناقنا إلى يوم القيامة، علي بن أبي طالب. ما أقدر أنا ما بايع الخليفة الشرعي، إحنا بيعته في أعناقنا إلى يوم القيامة. فقال عمر لا أبا لك، لا تقم معنا، ممنوع تكون معنا في المدينة، فارتحل إلى الشام. هذا هو السبب في أن بلالا ذهب إلى الشام، وله شعر في هذا المعنى يروى عنه يقول الله، يعني والله بس تحذف الواو، الله لا بأبي بكر نجوت، ولولا الله نامت على أوصالي الضبع، الله بوأني خيرا وأكرمني، وإنما الخير عند الله يتبع، لا يلفيني تبوعا كل مبتدع، فلست مبتدعا مثل الذي ابتدعوا. أنا ما أصير معاهم ذولا الجماعة المبتدعين، أبو بكر منه، عمر منه، خلي يولون. موقف شريف، رجل شريف. شوفوا
قال لعمر ما تقيم معنا بعد أنت ما دمت ما تبايع أبا بكر. فعادة المعارضين السياسيين ذاك الزمان وين كانوا يروحون؟ يروحون إلى الشام، مثل سعد بن عبادة. سعد بن عبادة وين راح؟ هم ما بايع أبا بكر، راح إلى الشام. بلال رحل إلى الشام. ولكن الإنسان الرافضي وين ما يكون ما يسكت، يستمر في إنكاره على المبتدعين والمضلين والطغاة والمنافقين، ما يسكت، عنده قضية. أبو ذر نفوه إلى الشام، سكت؟ ما سكت. بسببه أنت عندك الآن شيعة في الشام، في لبنان، المكان الذي كان منفى أبي ذر رضوان الله تعالى عليه. وهكذا الإنسان الشيعي لازم يعود نفسه على أنه لديه قضية. بلال هكذا، بلاد منفي، تقدر تعتبره منفي، ولكن ما كان يسكت، لذلك استمر في تحريضه على أبي بكر وعمر هناك. في كل موقف كان يمكن أن يقع فيه تصادم كان بلال يتصادم معهما. كون له جماعة أصحاب في الشام، فالمخالفون بأنفسهم يروون كما في سنن البيهقي برقم 12830 عن عمر أنه كان يقول: اللهم اكفني بلالا وأصحاب بلال. كان مشكل له معارضة ضد عمر قوية، ينالون من عمر، يسبون عمر، ما أدري كذا، يقولون هذا عمر أخطأ في هذا الحكم، أخطأ في ذلك الحكم، في فتح الأراضي، في الأنفال، في ما أدري كذا. أكو قضايا مروية حتى عند أهل الخلاف، يستمر بالتحريض. مرة صار بينه وبين عمر موقف جدا شديد، سب فيه عمر، المخالفون يرونه، في تاريخ دمشق لابن عساكر المجلد العاشر الصفحة 474 عن الأوزاعي، الإمام الأوزاعي اللي هو كان أيضا من إمام أهل الشام يعني في تلك الفترة، قال: إن بلالا أتى عمر بن الخطاب فقال: الصلاة، فرددها عليه، فقال له عمر: نحن أعلم بالوقت منك. تخيل عمر الجاهل اللي ما يعرف، كان يروح يسأل كعب الأحبار، يقول لي بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وآله، واللي مثل الساعة كان يعرف مواقيت الصلاة، لأنه هو مؤذن الرسول يوميا 10 سنوات هو يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله، عارف المواقيت بدقة، يجي يقول له: إحنا أعلم منك بالوقت. هذا بلال شاف عمر ما محترم نفسه، شلون يجاوبه؟ قال له بلال: لأنا أعلم بالوقت منك وأنت أضل من حمار أهلك. هذا الرافضي، عليكم السلام ورحمة الله، هذا الرافضي، هذا اللي هالشكل ترفع راسك بي، أي والله صح لسانه، رحمة الله عليه. عمر سلطان حاكم ذاك الزمان، يجي بوجهه بوجهه يقول له: أنت حمار، حمار أهلك، أنت أضل من حمار أهلك. زين، بلال ما كان يعرف الأخلاق؟ سؤال يعني، هؤلاء الذين هالأيام يهاجموننا يقولون أنه أنتوا ليش سبابين، ليش شتامين، إحنا يا بس شتمنا منه؟ شتمنا عمر، ما شتمنا إنسان بريء. عمر يستحق الشتيمة، عمر يستحق الشتم، عمر يستحق اللعن. واحد قتل نبيك صلى الله عليه وآله، إمامك الصادق يقول: 4 اشتركوا في سم النبي صلى الله عليه وآله، أحدهم عمر، أبو بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة. معقول أنت تنكر على الإنسان المسلم الذي يغار على النبي صلى الله عليه وآله أن يشتم من قتل نبيك؟ يشتم من قتل سيدتك الزهراء عليه السلام ورفسها؟ يشتم من هود دينك؟ يعني مو شيء منطقي هذا اللي انتم تطرحوه بصراحة. يعني الضمير الإنساني، الضمير الديني، الغيرة الدينية هي التي تدفع الإنسان لأن يشتم أمثال هؤلاء الظالمين والمنحرفين، هذا الشيء واضح، ويلعنهم. بلال نموذج لرجل صالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ممدوح في لسان أهل البيت، على لسان أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، وهذه سيرته، هذه سيرته. يجي كان هم يشتم عمر بكل صراحة،
احنا على درب بلال في هذا. مو هالشكل. اكو ناس يعجبهم يقول احنا خامنائيون احنا بلاليون. زين انتوا روحوا خلوا خامنئي ان شاء الله لو يوديكم الى جهنم. اما احنا مع بلال واصحاب بلال واصحاب اهل البيت الطاهرين عليهم السلام الذين لم يبدلوا من بعدهم ولم يغيروا. كلنا نروح احنا الى الجنة وبعدين شنو نهزأ بكم نهزأ بكم نشوفكم هالشكل نشرف عليكم من الجنة وانتم في النار والعياذ بالله. ان لم تتوبوا فنقول لكم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الآن ذاك الوقت تذوقونها. لا تقفوا أمام المؤمنين ولا تصدونهم إذا ما أرادوا أن يعبروا عن مشاعرهم الغاضبة على الشخصيات التي قتلت النبي وأهل بيته وحرفت الدين. ما إلك حق تقف أمام تعبير الإنسان المؤمن عن مشاعره الغاضبة. الآن هنالك أناس بحمد الله تعالى من المؤمنين من الصلحاء من فتيان التشيع وشبابه أبطال التشيع والرفض في هذه الأيام يعبرون عن مشاعر الغضب هذه بالكتابة مثلا على الجدران. أي والله والنعم منهم رفعت راس ذولا. السيد أحمد اليوم بلغني أنه أحد الإخوة المتشيعين في ليبيا كتب عائشة في النار. إذا هم إذا ممكن يطلع عمر حمار اليهود يمكن حمار كعب الأحبار يمكن فتشي الشكل. يعني شعارات برائية أقصد شعارات برائية راح كتب تأثرا بما نقول وتلبية لهذا النداء. احنا نريد هاي مشاعر الغضب لازم تظهر في الملأ لازم يبين امام السماء. لا مسويها على شكل سجع شيخنا عمر الحمار ذيله كعب الاحبار. اي لطيف اذا الصورة موجودة زين تنعرض موجودة ترى يعني خلي تنعرض بالبث في ليبيا. شوفوا شلون الاخوة المتشيعين كثير منهم سبقوا الشيعة حقيقة في هذا العصر صاروا رواد يكسرون القيود يعبرون عن مشاعر الغضب. نعم في مغرب وفي مصر وفي أكثر من بلاد يعني بالكويت بعض المتشيعين يروحون يكتبون مثلا يعني المهم واحد يعبر عن مشاعر الغضب هذه خير من الشعارات السياسية اللي تنكتب على الجدران. عادة الشعوب الغاضبة لما تكون ضد الملك أو الرئيس أو الحاكم أو أيا يكون عندها مشاعر غضب تروح وين تنفس عن هذا الغضب وتظهر هذا الغضب بالكتابة على الجدران شعارات سياسية ضد الحكومة النظام إلى آخره. خير من هذا أن تعبر عن مشاعر الغضب على من قتل نبيك وآله على من حرف دين الإسلام على من هود دين الإسلام. هذا خير أن نصرف جهدنا فيه من كتابة الشعارات السياسية على الجدران. خلي نظهر للعالم خلي نظهر لأهل السماء كيف أننا لم نسكت عن عمر بن الخطاب وأضرابه لم نسكت عن عائشة المرأة اللعينة التي شوهت سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله. خلي نظهر مثل هذه المواقف الشجاعة. فالذين يأتون يحاولون أن يعني يقفوا صدا أمام مثل هذه الظاهرة الرافضية المباركة هؤلاء لا حق لهم. هؤلاء لما يجرمون الإخوة المؤمنين الذين يعبرون عن مشاعر الغضب بهذه الطرق أو بهذه الأشكال لما يجرمونهم أو يؤثمونهم فكأنهم جرموا أو أثموا من؟ جرموا أو أثموا بلالا مثلا لما يقولون هذه مو أخلاق كأنهم يرمون بلال يقولون لأ أنت ما كان عندك أخلاق والعياذ بالله. بل ويتعالون يعني يصلون إلى حد وين يصلون إلى حد حتى النبي وأهل البيت عليهم السلام. النبي وأهل البيت عليهم السلام لطالما لعنوا وشتموا المنحرفين والمنافقين إذا كانوا رموزا يتشخص بهم الباطل ويترمز بهم الباطل وخاصة أبو بكر وعمر ومن أشبه. فإن شاء الله هذه المفاهيم تكون متضحة لدى الأمة
وتستمر الأمة في صعودها وفي صحوتها إن شاء الله وفي غضبتها لله ولرسوله صلى الله عليه وآله على أئمة الكفر والنفاق والتحريف والتهويد والتهوك.